مارسيل كارتييه الفنان والصحفي والناشط الأمريكي يصف من الداخل أسباب لجوئه إلى فن الهيب هوب كوسيلة للتعبير عن الثورة التي لطالما تحدث عنها في أغنياته وما هي أبرز رسائل ألبومه الأخير، وإلى أي حد يعتقد أن بإمكان الفن إيصال رسالة سياسية بشكل دقيق. من الداخل يأتيكم الأحد 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.